دلوقتي هنتكلم على الاكسسوري ستراكشر اوف سكيليتال ماسل، التراكيب السنويه او الاضافيه او الملحقه على السكيليتال ماسلز او العضلات الهيكليه. عندنا ما يسمى بالساينوفيال ميمبرينز والفاشيا. الساينوفيال ميمبرينز اللي هي الاغشيه الزلاليه، والفاشيا اللي هي اللفافات او اللفافه اللي موجوده حوالين العضلات وما بين العضلات. فالساينوفيال ميمبرين عندنا في منها نوعين، ما يسمى بالبرسا والتندون شيس. البرسا دي عبارة عن سيمبل ساينوفيال ساك بتوين ذا تندون اور ماسل اند سام ديبر ستراكشر موستلي بون بروميننس. ات اكت از ا كاشن اند هاز ساينوفيا ويتش اكت از ا لوبريكانت تو ريديوس ذا فريكشن. البرسا دي عبارة عن كيس موجودة تحت البون برومنانسي، زي عندنا هنا في منطقة القلبو بنلاقي تحت الجلد هنا ما يسمى بالإلوكرانيوم برسا، كيس زلالي موجود مليء بالساينوفيا زي اللي موجودة في المفاصل، بيمنع ايه؟ موجود ما بين المفصل والتندن وما بين الدبر استراكشر. ايه الدبر استراكشر؟ معظم بيبقى عظم، بيحمي العظم من الاحتكاك، يخلي التندونز والماسلز دي ما تحكش في العظم، ما تحكش في الاستراكشر تحتها، ما تعملش احتكاك. فده بيسموه البيرسا. اهو بص حضرتك معايا، ادي التندون اهو وادي البون اهي، ادي البيرسا. كل لما التندون يتحرك البيرسا دي بتنضغط معاه لانها كيس مليان بالزلال. الكيس ده هو بيحمي التندون ان يحصل له احتكاك في الايه، في العظمه دي، بيسموها البيرسا. عباره عن ساينوفيال ساك موجوده ما بين المصل والتندون وما بين الدبر استراكشر، يبقى المصل والتندون فوقها والدبر استراكشر اللي هو معظمه بونز تحتها، دي بيسموها البيرسا. البيرسا دي بيحصل بيعملوا لها كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا لوكيشن او السيتويشن بتاعتها، زي ما انا عامل لحضرتك كده، ده الايه السيتويشن. تبقى ممكن تبقى موجوده فين؟ موجوده يا اما سبكوتينيوس، يعني تحت الجلد على طول، البرسا الكيس الزلالي ده موجود تحت الجلد بيسموها سبكوتينيوس، يا اما سب تندينيوس يعني تحت بعض التندونز، التندونز اللي هو نهايه العضله او الوتر، يبقى موجوده تحت الجلد يا موجوده تحت الوتر، او سب ليجامنتس موجوده تحت الاربطه. يبقى في ثلاث مواقع للبرسا، يا اما سبكوتينيوس او سب تندينيوس او سب ليجامنتس. نبص مع بعض حضرتك هنا المثال للسبكوتينيوس بيرسا، مثال ليها بنسميها الاوليكرانيوم بيرسا. انت حضرتك خدت معانا الاوليكرانيوم تيوبريستي دي بتاعه الالنا، بتبقى دي الهيكل اهوت قدام حضرتك بتاع الثوراسيك لمب، ده الهيكل او السكيلتون اهو، ده الاوليكرانيوم تيوبريستي بتاع الالنا، تحت الجلد في المنطقه دي بيرسا، كيس زلالي بيسموه اوليكرانيوم بيرسا، ده مثال للسبكوتينيوس بيرسا. في كمان ايه ممكن تبقى سبتندينيوس بيرسا، زي ما يسمى بالنافيكولار بيرسا، ادي النافيكولار بيرسا دي تحت التندونز اللي ماشيه هنا، ديب ديجيتال فليكسور تندون، تحت الديب ديجيتال فليكسور تندون بتبقى موجوده ما يسمى بالنافيكولار بيرسا. في سب ليجامنتس بيرسا، زي ايه؟ زي السوبرا سباينس بيرسا. بص حضرتك ده النكل ليجامنت، النكل ليجامنت فيه تحته بيرسا بيسموها السوبرا سباينس بيرسا، اهو دي السوبرا سباينس بيرسا، وادي المكان بتاعه السوبرا سباينس بيرسا تحت النكل ليجامنت او الرباط الايه، الرباط العنقي، دي بيسموها السوبرا سباينس بيرسا، دي مثال للسب ليجامنتس بيرسا. يبقى البيرسا يا اما موجوده سب كوتينيوس زي الاوليكرانيون، يا اما سب تندينيوس زي النافيكولار بيرسا، يا اما سب ليجامنتس زي السوبرا سباينس بيرسا اللي هي تحت النكل ليجامنت ده. ده النكل ليجامنت الرباط العنقي فيما يسمى بالسوبرا سباينس بيرسا. ونشوف البيرسايتس بقى اللي هو كلمة سافيكس ايتس، ده السافيكا ايتس معناها التهاب، فكلمة بيرسايتس معناها الانفلاميشن اوف ذا وول اوف ذا بيرسا. البيرسا اللي هو الكيس الزلالي ده، مع ان له فوائد عديدة، انه موجود بيحمي العظم، بيحمي العضلات من انها تعمل تهتك تحت، او ان التندون يحصل له تهتك، فالكيس ده زي وسادة تحت التندون، وسادة تحت العضلات، تحت العضلة بتتواجد تحت التندون، تحت الليجامنت، تحت الجلد، بتحمي الحيوان في اماكن كتيرة جدا، انه لما يركز على الارض دي تحميه.
يجي يخبط رجله في الارض، دي عامله له وساده تحت الكوع بتاعه، تحت الاسترنم، تحت عظمه القص زي ما هنشوف بعد شويه. ولكن بيحصل فيها مشاكل، ان يحصل لها ما يسمى بالبرسايتس. برسايتس معناها انفلاميشن اوف ذا وول اوف ذا بيرسا. الكلاسيفيكيشن اوف ذا برسايتس، قسموا البرسايتس اكوردنج تو سيتويشن. احنا قسمنا البرسا نفسها اكوردنج تو سيتويشن لثلاث اماكن، سب كوتينيا، سب تندينيا، سب ليجامنتس. انما ممكن يحصل بقى برسايتس في حوالي خمس اماكن، في سب كوتينيوس، سب فيشيال او سب فاشيال اللي هو تحت الفاشيا، سب ماسكولار، سب ليجامنتس، وسب تندينيوس. يبقى البرسايتس ممكن يحصل ساب كوتينيوس في البرسة اللي تحت الجلد، ساب فيشيال تتكون برسة تحت الفاشيا، الفاشيا اللي هي اللفافات اللي هي ما بين العضلات او تحت الجلد فيسموه ساب فاشيال، ساب ماسكولار ممكن تتكون برسة تحت العضلات، ساب ليجامنتس تحت الليجامنس او الاربطة، ساب تندينيوس. الكلاسيفيكيشن اوف ذا برسايتس اكوردنج تو ذا نيتشر، قسموا التهاب البرسة ده تبع طبيعته، هل هو كونجينيتال بيسموه تيبيكال او بريزنت ات بيرث، يعني البرسة دي موجودة اصلا من ساعة الولادة، او انه مكتسب، يعني ايه اكوايرد او اتيبيكال او سوبرفيشيال، ده بيكتسب خلال الحياة. ممكن يحصل تكوين برسة اصلا والتهابها اثناء الحياة. فايه اللي بيحصل بقى في القصة ان برسة تتكون دي؟ لما يكون حيوان وعلى الاخص في الخيول بيحصل اريتيشن للسكن. لو حضرتك شفت في الدونكي في الحمير في الظهر بتاعه الحكايه دي بتحصل كتير جدا، في وفي الدرافت هورس من شد العربيات بيحصل تكوين برسة تحت الجلد، مع ان هي مش موجودة في المكان ده اصلا. نتيجة الاريتيشن المستمر يحصل ايه؟ يحصل ان يحصل تيرينج للسبكوتينيوس تيشو ويكون جاب فورميشن، النسيج اللي تحت الجلد يحصل له تهتك وتبدا تحصل تجاويف تحت الجلد. التجاويف دي يحصل لها ايه؟ التجاويف دي تملا بيه فلويد شبيه بالساينوفيا كده، وتلاقي يكون بيرسه، كان يكون بيرسه تحت الجلد. يبقى البيرسايتس يا اما بيقسموه تبع اللوكيشن بتاعته او تبع السيتويشن بتاعته، لي سب ليجامنتا، سب تندينيا، سب كوتينيا، سب فيشا، سب ماسكولا، دول اماكن تواجده. انما تبع النيتشر بتاعته، هل هو موجود بالاساس البرسة ده هي موجودة زي الكرانيوم برسة زي في الحيوانات الاسترنال برسة، البرسة دي موجودة من ساعة ما الحيوان يتولد ولا اكتسبت خلال حياته؟ طب لو اكتسبت ديت بتكتسب ازاي؟ ان نتيجة الاريتيشن الاحتكاك المستمر والألم اللي موجود تحت الجلد، يبدأ الجلد نفسه الانسجة اللي تحت الجلد يحصل لها تيرينج وتكون فراغات، الفراغات دي يجي يكون نسيج منها يعمل زي كيس، جدار كيس، يكون ما يسمى بالبيرسة وتملأ بفلويد شبيه بالفلويد اللي بيملأ البيرسة دي تبعه. أساتذتنا بقى في الجراحة يقسموه تبع التايم اوف اوكيرنس، يقسموه الاكيوت وكرونيك، هل هو حاد ولا مزمن؟ زي ما حضرتك شايف معانا كده، دي الاوليكرانيوم بيرسا، اهي دي نورمال اوليكرانيوم بيرسا، لما يحصل لها التهاب نسميه ايه؟ اوليكرانيوم بيرسايتس. التدخل الجراحي والعلاج ده مش تخصصنا، حضرتك بقى هتشوف الكلام ده كله ان شاء الله لما تدرس الجراحة وازاي تتدخل جراحي وازاي تتدخل علاجي بعد كده ان شاء الله. او بص حضرتك معايا، دي الاوليكرانيوم بيرسا بافلو، حصل لها ايه؟ حصل لها اوليكرانيوم بيرسايتس، هنا بيسحب دم منها، بيسحب فلويد، بيحن. ده شوف حجمها بقى قد ايه، مع ان حجمها في الطبيعه اقل من كده بكتير. ده برضو الاسترنال بيرسا، زي ما قلت لحضرتك الاسترنال بيرسا دي بتحمي عظمه القص في الحيوان، لان الحيوان يجي يرقد يخبط القص بتاعه ده في الارض، فدي الاسترنال ما يسمى بالاسترنال بيرسا. صوره ليها تاني اهو، دي بقى شوف حصل ايه اللي حصل فيها استرنال بيرسايتس، الاسترنال بيرسايتس او الالتهاب في الاسترنال بيرسا. تاني حاجة بعد البرسة من الاكسسور ستراكشر ما يسمى بالتندون شيس او الفارينا تندونيتس، ده عبارة عن سينوفيال ساك اراوند تندون فورمد فروم انر لير واوتر لير، الانر لير ديت كلوز تو ذا تندون والاوتر لير بتبقى اتاش تو ذا جروف لوجد ذا تندون، ذيس تو لير كونتينوز الونج ذا فولد تيرمز ذا ميزو تندون. بص حضرتك معايا،
الساينوفيال ميمبرين او التندون شيز ده عبارة عن ساينوفيا اللي يربط وحيد بالتندون اللي هو نهاية العضلة. التندون ده الساينوفيال لير طبقة داخلية انر ساينوفيال لير واوتر ساينوفيال لير اهي مكان التقاء الطيتين الاكسترنال لير بتاعته او الاوتر لير ودي الانر لير. الجزء ده بيسموه ميزو تندون. ميزو تندون ده الميزو تندون اللي هو التقاء الاوتر لير اوف ذا تندون شيس وادي الانر لير اوف ذا تندون شيس. ده عامل ايه؟ حامل حماية للتندون لانه فوق عظمة اهو. التندون ماشي على عظمة فوق بون اهو فوق نوع اي عظمه. فجت الساينوفيا لير دي لفت حواليه وعملت له جراب بيكون من طبقه خارجيه اوتر لير وانر لير والاثنين بيتقابلوا عند ما يسمى بالميزو تندون. لما نيجي نشوف الفرق ما بين البيرسا والساينوفيا شيس او التندون شيس، بص حضرتك البيرسا عباره عن كلوز دي ساك اهي، ساك كامله كيس مقفول مليان بالساينوفيا ديت الايه البيرسا. انما التندون شيز ده عباره عن ساينوفيا اللي لفت حوالين التندون اللي قدام حضرتك ده، اتكونت من طبقتين طبقه خارجيه وطبقه داخليه اوتر لير وانر لير، بس الاثنين ما قفلوش مع بعض، ده اتقابلوا هنا عند الميزو تندون. التالت تركيب اكسسوري للماسلز اللي هو الفاشيا. الفاشيا كلمه فاشيا يعني لفافه، دي عباره عن شيس من الكونكتيف تيشو فايبرس كونكتيف تيشو موجود في اماكن مختلفه من الجسم. وبعض الاماكن الفاشيا دي ما بتبقاش فايبرس بس، ده ممكن تحتوي على الاستيك فايبر. الفاشيا بيقسموها لنوعين انترنال فاشيا واكسترنال فاشيا. الانترنال فاشيا دي اللي موجوده جوه تجويف الجسم زي الاندوثوراسيك فاشيا والابدومينال فاشيا والبلفيك فاشيا، يبقى عباره عن نسيج ضام وممكن في بعضه الاستيك، ده موجود داخل تجويف الجسم. وانما الاكسترنال فاشيا دي بيقسموها لسوبرفيشال وديب فاشيا، دي اللي موجوده اللي قدام حضرتك في الصوره دي. وحضرتك معدي على جزار كده اي ذبيحه موجوده او متعلقه كاركس موجوده، الجزء الابيض اللي عليها ده هتلاقي الذبيحه في صبح كده تلاقيها حواليها فاشيا. الفاشيا دي اللي هو الجزء الابيض ده اللفافه اللي حواليها اللي بيشدها بايده كمان هنا ده، دي هي دي الفاشيا، دي الاكسترنال فاشيا. انما الانترنال فاشيا اللي موجوده جوه تجاويف الجسم. الفاشيا بيقسموها سوبرفيشال وديب فاشيا، بس كل منطقه عليها فاشيا بيطلق على الفاشيا دي اسم. في منطقه مثلا النك زي ما حضرتك شايف كده يسموها سيرفايكال، في منطقه الشولدر يسموها اوموبراكيال فاشيا او فاشيا اوموبراكياليس، في منطقه الارم يسموها الانتي براكيال فاشيا، منطقه الفور ارم اللي هي الريدياس والانا يسموها الانتي براكيال فاشيا. يبقى في منطقه النيك سيرفايكال، في منطقه الشولدر يسموها الاومو براكيال ماسل او فاشيا اومو براكياليس، والفاشيا انتي براكياي اللي هي الانتي براكيال فاشيا اللي على منطقه الساعد. اللي على منطقه الظهر دي يسموها السوراكو لامبر، سوراكو يعني ظهري، لامبر يعني قطني اللي هي في المنطقه الظهريه القطنيه من ظهر الحيوان دي. اللي عند منطقة الجلوتياي المنطقة الألوية دي يسموها الجلوتيا الفاشية، كمان عند منطقة الفيمر أو عظمة الفخذ يسموها فيمور الفاشية، اللي في منطقة البطن يسموها أبدومنا الفاشية، كمان في الفاشية لاتا اللي هي في جدار البطن دي يسموها فاشية لاتا، الكيريورال فاشيا اللي هي في منطقه الفخذ دي. يعني غرض من الكلام ده ان كل الفاشيا او اللفافه الفايبرس تيشو اللي تحت الجلد ده اللي بيحيط بالجسم من الخارج ده، اللفافات اللي عباره عن فايبرس تيشو في كل اماكن ولها تسميه معينه. في منطقه النيك يسموها سيرفايكال فاشيا، في منطقه الظهر يسموها سوراكو لامبر فاشيا، في المنطقه الالويه من الخلف يسموها جلوتيال فاشيا، في منطقه البطن يسموها ابدومينال فاشيا، في منطقه الذراع والشولدر دي يسموها الاومو براكيال فاشيا او فاشيا اومو براكيالس، في منطقه الساعد دي اللي هي الايد دي يسموها الانتي براكيال فاشيا او فاشيا انتي براكيال. فالفاشيا كمان بقى بيقسموها زي ما قلنا لانترنال فاشيا واكسترنال فاشيا. الانترنال فاشيا زي الاندوثوراسيك فاشيا والابدومينال والبلفيك اللي هي جوه تجويف الجسم، انما الاكسترنال فاشيا في منها سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا. السوبرفيشال فاشيا دي عباره عن لوس كونكتيف تيشو ممكن تحتوي على دهون او فات، بتبقى سبكوتينيوس لتحت الجلد وهتغطي الديب. يعني حضرتك لو شرحت دلوقتي هتفتح الجلد، الجلد هتلاقي تحته، هتلاقي تحته لوس كونكتيف تيشو ممكن يحتوي على دهون بيسموه سوبرفيشال فاشيا. بعد كده هتغطي هي الاعمق ليها هي الديب
فاشيه. الديب فاشيه بتبقى مور دنس فايبرس تيشو سبريد اوفر ذا ماسل، ممكن تبقى فيوزد مع الايبومايسيم والتندون والبونز والليجامنت. الديب فاشيه دي ممكن بتلتحم مع الايبومايسيم اللي هو كونكتيف تيشو اللي مغطي العضله بالكامل من بره اللي هو فوق العضله. ممكن تعمل فايبر الشيس هي نفسها الفاشيه دي، فاشيه تغلف عضله تعمل فواصل ما بين عضلات، او انها تعمل بعض اربطه عند بعض المفاصل يسموها انيولار ليجامنت. يبقى الانيولار ليجامنت دي عباره عن ايه؟ عن دي فاشيه دخلت في القنوات وعملت ليجامنتس بيسموها انيولار ليجامنتس. ده كان الفاشيه تنقسم لاكسترنال وانترنال فاشيه. الاكسترنال فاشيه اما سوبرفيشال فاشيه اما ديب فاشيه. يبقى حضرتك لو احنا بنشرح الجلد نقول لحضرتك شرحت الجلد هتلاقي تحت الجلد، يبقى الجلد هتلاقي تحته ايه؟ هتلاقي تحت سوبرفيشال فاشيه وديلوس كونكتيف تيشو محتوى على دهون. بعد كده الديب فاشيه دينس كونكتيف تيشو. بعد كده هتلاقي في بعض الاماكن ما يسمى بالسبكوتينياس ماسلز عضلات تحت الجلديه. بعد كده دخلت على العضلات، لا ده ممكن كمان الديب فاشيه تدخل ما بين العضلات وتعمل فواصل او عند بعض المفاصل. الباترن اوف ارنجمنت اوف ذا سكيليتال ماسلز فايبر او السكيليتال ماسلز فايبر بيحصل لها اورجانيزيشن ازاي؟ بتتوزع ازاي؟ تنتظم ازاي؟ ده تنظيم للعضلات الالياف بتاع العضلات الهيكليه. باترن اوف ذا ارنجمنت اوف ذا سكيليتال ماسلز فايبر. الاورجانيزيشن اوف ذا سكيليتال ماسل فايبر يا اما يبقى بارل يعني الالياف بتاعتها متوازيه مع بعضها، زي ايه؟ زي البايسبس براكياي ماسل يعني الالياف ماشيه في اكسس واحد، الالياف كلها ماشيه في اتجاه واحد زي عضله البايسبس براكياي اللي هي العضله العضديه ذات الراسين دي. يا اما يبقى كونفرجنت يتوزع، يبقى ده الالياف تبقى في برود اريا والاخر تتجمع في تندون او تتجمع في ابونيروزس او رافي، زي البكتورالز ماسلز العضلات الصدريه دي البكتورالز ماسل دي كونفرجنت يعني الياف جايه متوزعه والاخر تجتمع في تندون او تجتمع في ابونيروزس او رافي. يا اما تبقى بنيت، بنيت دي معناها ان الالياف بتتحد لتندون في تندون او فايبرس باند في النص كده بميل وطلع منه الالياف، والبنيت دي لها كذا شكل هنشوف مع بعض بعد شوي. يا اما تبقى سيركولار، سيركولار يعني الالياف بتاعتها دائريه زي الاوربيكولاريز اوريز ماسل العضله اللي في الشفايف دي اللي بقفل بها الفم دي او اللي بقفل بها العين بيسموها اوربيكولاريز اوكولاي، او سفنكتر ماسل زي العضله اللي حوالين الانس او فتحه الشرج دي كلها سيركولار. يبقى الارنجمنت او تنظيم الالياف، الالياف بتاعت العضله ازاي بتنتظم؟ يا اما بارلل متوازيه زي البايسبس براكيه ماشيه في اكسس واحد واجتمعت بدات من المنشا وانتهت في النهايه عند الانسرشن بتندون، يا اما كونفرجنت متوزعه والاخر تتجمع يا في ابونيوروزس يا تتجمع في تندون، يا اما بنيت معناها بنيت دي معناها ريشيه، ريشيه يعني في تندون او باند فايبرز باند وبيطلع منها الالياف العصبيه ماسكه فيها في شكل ريشه كده. سيركولار دائريه زي الاوربيكولاريز اورز زي الاوربيكولاريز ايكولاي زي السفنكتر ماسلز اللي موجوده مثلا في الانس. اه البارل الماسل او البارل الماسل نفسها ممكن تبقى في شكل ستريب ماسل، ستريب ماسل شكلها شريط الشكل زي عضله بيسموها السارتوريوس اللي قدام حضرتك بالاخضر دي او في الهورس اهي دي السارتوريوس ماسل. السارتوريوس شكلها ستريب ماسل، ستريب ماسل يعني شريطيه الشكل يعني الالياف ماشيه كده بالشكل ده في شكل شريط كده. دي مثال للبارل الماسل. اول حاجه ستريب، او ممكن تبقى ايه تاني صورة تانية معانا بس للسارتوريوس اهي في شكل استراب، او ممكن تبقى استراب وستندينيوس انترسيكشن برضو شكلها شريطي بس في نصها ايه؟ في نصها تندينيوس انترسيكشن فواصل كده من الكونكتيف تيشو زي اهي دي استراب ماسل. دي اسمها ايه العضلة دي؟ اسمها الريكتس ابدومينس ماسل العضلة المستقيمة البطنية. احنا عندنا عضلات البطن دي لو فتحت الجلد هلاقي السبكات ماسل، بعد كده افتح الاقي ايه؟ الاقي عضلة اسمها اكسترنال اوبليك ابدومينال، بعد كده انترنال اوبليك ابدومينال، بعد الاقي كده عضلتين شريطين جنب البطن كده جنب اللينيا قلبة اللي في النص ده، دول بيسموهم الريكتس ابدومينس ماسل. الريكتس ابدومينس ماسل دي شكل توزيعة الالياف في استراب شريطية الشكل ولكن بيتخللها تندينيوس انترسيكشن. التندينيوس انترسيكشن دي عشان تعمل بيرنج للويت عشان تتحمل الوزن، فده التندينيوس انترسيكشن زي ما حضرتك شايف معايا كده وشكل العضلة كله استراب اهو.
وبتتقابل بقى في النص مع لينيا البا في النص اهو اللي قدام حضرتك اهوت ده اللينيا ايه البا. يبقى البارلي يا اما استراب يا اما استراب ويز تندينيوس انترسكشن، يا اما تبقى شكلها رومبويدس زي العضله اللي هي المعينيه، تبقى شكل العضله المعينيه زي دي كده اهي، دي الرومبويدس ماسل، الرومبويدس ماسلز في الهيومن اهي وفي الهورس اهي، يبقى شكلها برضو الالياف بتاعتها متوازيه مع بعضها ولكن شكل العضله كله معين الشكل زي عضله بنسميها الرومبويدس ماسل. يا اما شكلها برضو الالياف بتاعتها متوازيه ولكن شكل العضله بيبقى فيوزيفورم، فيوزيفورم يعني مغزلي الشكل، يبقى سيك في النص وبتصغر من عند النهايتين سواء من عند الاورجن او عند الانسيرشن الاثنين صغارين. او ماسلز سيكند وين زبار الماسل كونتراكتس او زي اللي هي البايسبس براكاي ماسل دي تبقى ايه فيوزيفورم، دي ال مش الرومبويدس بقى الصح بتاعتها ان احنا نكتب الايه البايسبس براكاي ماسل، باي سيبس براكاي ماسل زي البايسبس براكياي ماسل بتبقى ايه فيوزيفورم في الشيب زي ما حضرتك ايه شايف كده اهو. يا اما بقى احنا اول توزيع علينا كانت بارلل، والبارلل يا اما فيوزيفورم يا اما كونفيرجنت، يعني شكل يا اما رومبويدس يا اما استراب. يبقى اول حاجه كانت بارلل، نرجع تاني بارلل ماسل يا اما استراب او استراب وستندينيوس انترسكشن او انها رومبويدس في الشيب يا اما فيوزيفورم زي البايسبس براكاي ماسل. تاني بقى شكل منها تبقى كونفيرجنت، كونفيرجنت شكل كونفيرج الاتاشمنت بتاعتها دي برود اريا كونفيرج اون ذا اتاشمنت، العضله زي البيكتوراليز ماسلز دي، البيكتوراليز ماسلز دي متوزعه كده وتنتهي في الالياف بتاعتها تنتهي في النص بي تندون طويل او ابونيوروزس او رفيع زي البكتوراليز ماسلز، ده كونفيرجنت متوزعه الالياف بتاعت العضله مش ماشيه كلها متوازيه، لا ده متشععه، انما في البرل كانت الالياف موازيه لبعضها، فدي البكتوراليز ماسلز اهي الالياف بتاعتها. بص حضرتك اهي الالياف بتبقى كونفيرجنت وتنتهي في الاخر بتندون او تنتهي بابونيوروزس او تنتهي برافي، دي الكونفيرجنت، ده تاني شكل ليها. البنيت اللي هو الشكل الريشي بقى المسلز فايبر اوبليكلي ارينجد، الالياف بتاعه العضله بتبقى بميل كده يا اما يوني بنيت يعني ريشيه، بص حضرتك ادي التندون اهو والالياف بتاع العضله طالعه منه في شكل ريشه، يا اما تبقى يوني بنيت يعني طالعه في ناحيه واحده من التندون ده، يا اما ايه يا اما باي بنيت طالعه من ناحيتين. اليوني بالنيت زي الاكستنسور ديجيتورا ماسل، الباي بالنيت زي الريكتس فيمورز ماسل العضله الفخذيه المستقيمه دي طالع سنترال تندون اهو وطالع منه رشتين في الجنبين كده بيسموها ثنائيه الريشه باي بالنيت ماسل، يا اما ايه يا اما مالتي بالنيت ماسل. مالتي بالنيت المالتي بالنيت ديت يعني حضرتك ركز معايا كده شكل ايه، شكل الباي بالنيت متكرر يعني كاني خدت واحده من دي وكمان واحده وكمان واحده، يبقى مجموعه من الايه الباي بنيت فسموها مالتي بنيت ماسل. لما بتكون المالتي بنيت ماسلز في وسطها تندون واحد يسموها سنترو بنيت ماسل، اه مي هاف تندون وزين اتس سنتر اند ذا فايبرز باسنج تو ات فروم اول ماسل سو كولد سنترو بنيت زي الدولتويدس ماسل. لما يكون المالتي بنيت دي هو واحد ومرر عليه كل التندونز دي ومجمعه في تندون واحد في النص يسموها سنترو بنيت ماسل. يبقى البنيت ماسلز ده تالت اورجانيزيشن او تالت شكل من ترتيب بتاع الياف العضلات، ريش الشكل في تندون في النص والتندون ده ممكن تطلع منه الالياف في جنب واحد يسموها ايه يوني بالنيت، يا اما من ناحيتين يسموها ايه باي بالنيت. طب لما تكون اكتر من باي بالنيت مع بعض يسموها مالتي بالنيت. طب لما تكون بقى المالتي بالنيت دي كلها هو تندون ماشي في نصها ومجمع الالياف الريشيه دي كلها يسموها سنترو بالنيت. يا اما كل الالياف العضليه في صوره معلش بس كده ده مش تالت واحد ده رابع، ده رابع تنظيم ليها او رابع حاجه اهو اللي هو
السيركولار ده رابع اورجانيزيشن ليه، لما بيكون في شكل سفنكتر زي ما قلنا قبل كده، ادي شكل الالياف العضليه اهيت منتظمه في شكل سيركل او سيركولار زي ما قلنا الاوربيكولارز اولز اوربيكولارز اوكولاي، السفنكتر مثلا حوالين الناي اهو زي ما انت شايف حضرتك الشفتين، كان اللي جوه اللي تحت الجلد ده العضله منتظمه في شكل سيركولار كده، فدي بيسموها اوربيكولارز اورز ماسل، العضله اللي هي حوالين الفم دي. ادي صوره تانية للبنيت، اهي دي يوني بنيت، دي باي بنيت، دي مالتي بنيت، ده الشكل السيركولر، ده شكل تريانجولار كونفرجنت، ده البارل المتوازي، ممكن يبقى البارل ده في شكل فيوزي فورم، ده الاورجانيزيشن المختلفه للماسلز فايبر.